جميلة جدا. تسعد هؤلاء الأنصار طبعا وتعطي طابع خاص لمباريات الكرة بهذا النوع، خاصة أنها مباريات كرة ليس فيها ضغط كبير جدا، ضغط نفسي وعصبي سواء جماهيري أو في أوساط اللاعبين. عندما تكون الأمور مريحة تكون المتعة حاضرة. كرة بالرأس وبا با 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 جول، هدف بنيران صديقا للمنتخب المغربي سجله أحد مدافعي المنتخب التونسي. جول والهيلي عاد وحده في القائمة الثانية من هناك. واو واو واو، كرة بالرأس باغتت الحارس بهذا الشكل. أعتقد كانت من لاري عزوني، هذه لا كانت من حمزة يونس قلب هجوم المنتخب التونسي اللي رجع لي الخط الخلفي وسجل هدف ضد مرماه. طبعا هو في حياته لم يسجل لصالح منتخب بلاده.